Giderken hani bir de görüyorum ki ben bunun hafları onu kusaklık ya özellikle şerbani peşin düzer dırdır her gün ben. Ya sen bu özellikle boğazda şerdeyi ya sayın sedesiyle bile zek bir ziyan. Ama sana çok hoş kalıyor ve çıkaz doktora masterden sevişçi yazıp bedesim yine bezer bu süren. Sarekliyle programı Fotoğrafı bir evde seçtiğim bir kadın okuyan bir yasayı, lain nakil bin bu fotoğrafı kadın yasayı şarvali kan, vok bir pes yasayı bez bu kadın mı bir devam iş diyor. Vok peşe çi spasi vazalet şarvali göst güzel de ki va bariz saşerzat ka bari bari tuanem rövye ka au halay bu ema prosant ka ema amro sinyaleci سبادت کتیک لسیم ل مثلا مکم پشکش بکنیم تو او برزانه که هاتونه مانی من در پیستا در پیره هاتون سپاسی که تنده کنیم هر و حد دقتی که تو همون من که ایتر نسیم و ما نسانی نو زارت شهرانی بشتو بزار ایتر نمی بردی کنه و شانی بس مثلا مکم زنکوی سوران که نتورا زنکوی سورانش وقت احترامك دبير بشكل بش يعني تاريخ كيف بعض كنا سال بزر نص نوع ذا كل سنة دام زرع لكاتك فكل كياسة من حال بش ياسة في كاتلو لو أتلا سال بزر شالطو بزر حاضر بش يبين لي وطوات كان زيادة كان لسه بش ياسة كبزمان إنجليزي هو سرنا زاد نايف فكل تكيد ورا بو فكل كياسة زان سياسة كان برا بقدر زنکوی سورا لکاتی استادا لپیش فاکولیتی پیکاتو و فاکولیتی اندازیاری و یا ساو زنستی کن یا ساو زنستی سیاسی کن فاکولیتی زنس، فاکولیتی آداب، فاکولیتی پرورده سبارت بخوندنی بالا خوندنی بالا سری 2012 در زنکوی سورا کراواتو که ایده بشی یاسا لو سالا دستی با کنوی ماستر کرد لقد بشی یاسا بشتی و تایبت دواتر لسال 2016 و 2017 خویندنی دکتورا کرایوا استا لحد دو بشی یاسا وزارت سیاسی کن و خویندنی ماستر و دکتورا دخوینده تاکو استا 37 تایو ماستر لبشی یاسا بروانامه ماستری هم ورگتوا هر والکات استا لحد دو بشی یاسا وزارت سیاسی کن و پیواندیر ندولت کن 55 قطابی دکتورا لقوناغی خویندنده و 38 تایو ماستر لقوناغی خویندنده نم صلاح که من شهاده ماستر میکنم لگل دقت تابی دیگر با سال 2017 دستمان بخوردیم در لگل 2019 شهاد تابی در برنامه ماستر من به دست هینه آورد استش دست با سینیار که من دکیم خوبی اما ماستر ل دو سال پیک هر دو سال یکم کورس هات من هی کورس یکم و کورس دو من هی ام ل کورس یکم اگر ل کورس یکم سن ماده ما خوند او ماده نش که قضا اداریات قانون دولی انسانی که به انگلیسی بود هر وقت تو قدر هات که بحث علمی و هر وقت کمپیوتر پش اوی به مصر قضا اداری قانون دولی انسانی دم حذف کم کرته لسر تو کتاب تو بحث علمی باز بکنم که نچینه لب آوانی که ماست نامیدیم نو یعنی تو رده نو با گرنترین ماده بی که دخوینی لکرسان سو که اون ماده لسالی دوم زور گرنگی که لکاتی نسینه و آسان کاری دویتن و غلطی شکلی لماست نامکت انزام نالی هر وقت کمپیتر کمپیتر ویندوز مخفی اکسل مخفی پاورپوینت مخفی نچینه اوان زور بنام شارزار نو بلام لکاتی انزام دانی ماستر نامه هندیک شد هی که دیت پیشت زور اگر شهرزایی در کمتر لپتوبی معنی نابید لنوسینوی بحث کرد و هر وحا منچینا بتوانی هندیک شد بکی که بچندی روش ماود دبا بچند ساعتی انزامی هم دیگه لوانا که اما کاریک من مشک من دنوسی و برو مشرفی خوب اندنم مشکلی که من زر و زر با هارد کپی اشتکی ندویست با سوفت کپی دیویست چی دکتر
يعني تعليقاتي قوي لسرد النسيو ياخد هندك شوي نهاو دبني حق فكشتك تسايدك دواي ما أقل واني كمبيوتر ما ورني قربا لمن دوس شتك إيكا كومبير قيدة بتريد كومبير ما نكرد دمديك حتى حق فكاني كالغوريتي تسنبوها تسيساك ديتو تسيسانك ديتو نجيو بيرجي الله بالنسبة طرق كتابة البحث العلمي والكمبيوتر سبارت با وانه قضايا إداري قضايا إداري بوم بو إما زور جرينجا لحراقش سوك براستي منازعات إداري بخو منازعات مرتبطة با إدارة وقرارات إداري الأصل بقريتو قضايا إداري بريان الأسر دا ولا مع الأسر حتى إسا قضايا إداري همو اختصاصات هان من إخوي ونقلتوا لو اختصاصنا مشكلة كان كل إداري طب إن شاء الله كأنتاك بإستقاء محكمة بدأ ياخد محكمة عادي خلص ببينيني أو منازع تنك لا كل إداري وضاد أو شكل شكل دوايش كلناو تويجني وكم لاسي ليو دا كيم دا آخر الثاني لا لو موضوعنا كورمان بيت مشيك من السيتكو أو أنا تنها واني كورمان لك الله فرصة مبدأ المشروعية تمان وقل مصادرين مبدأ المشروعية تمان وقل سون قضايا إداري لعراق طبيب لفرنسا شما عند لفرنسا سون دست بيك الطبيب اللي قال ثورة نابليون ويدا أو لمرحلة وابزان دو سيش من الدفاع وشتانا قضايا إلغاء سبو شروط قبول دعوة إلغاء سبو أوجه إطاعن سبو أنا همو لناواني قضايا إداري في النتمان أروا إجراءات سون أو إجراءات أنا ولا بي رافعي كل دكين لدعوة إلغاء وحق مكان سن سوين دردسين أو أنا هم بس يجلو لا تقوين دن ماي طبيعي زيادة ليش هي بلا منا يزور قول بينا ولنا وانا كان سكون شينا بقى يبدو سعر بس سر ما ده كان دبي بلاي قلت لي شد لما لو لغو يا سعي كان مبدئي مشروعية بلغو ما لبي هر كاريك بقي مخالف قانون دستور نبي بقي أما شم هاد ليرا نسيو أما جم بيكر لقانون دولي إنساني وقت مشاهدة قانون دولي إنساني ما ديك خروج هو والله ما إنجليزي من شنو عندي كان إنجليزيان باش نرو بيان غرام والله ديك هو لأصل دين نخرج دين ما ديك كان أبيش باسي سكرت كان سمان كد مزس الأمل وهر وقع يعني بتحريف هو وآيف تشيد أطواني أقل منازع كرودة بلي دولاتان ياخد زرزات إقليمية شيء دتواني أو نزاع تنا تحقيق بكاتن دعوة تحقيق بكات ياخد موضوع كيف بدين تمزز الأمن كمزز الأمن لسن دعوة شتن اشتكي تصير ك لقانون دولة إنسان قبل ما بيت أيش diplomatic methods of dispute settlement أيش حل النزاعات بالطرق السلمية واتا أو كشان إلى بين الوطن والدولة بشيوش دبلوماتيك سول حل لكن أيش إلى طبيعي نيجوشن نيجوشيشن من هي إنفاير من هي ميديشن ترانسليشن أم جود أوفيس أو أنا همو هيك بس يقول لا الطرق السلمية لحل النزاعات الدولية أو طبيعي نيجوشيشن يعني مفاوضات إنفايري طلب دكا تقديم دكا ميديشن وساطية ترانسليشن أم جود أوفيس طبيعي الطرق الإدارية دلوقتي هر وها موضوع اشکال بود که لقام دوی انسانی اویش reasons for humanitarian intervention اسباب تدخل انسانی اما هندی زد بین دولت یا خود انسان است زوربی ز وقتی گوتو کن یکسر دیت متداخل دکان در وقت چکه اول سببیه یکسر تداخل نکه آواه یک نفر سببانه سیا مثلا دولت humanitarian intervention در اکاک عمل او مسائل إنساني تداخل لك مش نشر ويدعي لبي إنسان كان لنا كتير في نعمل لبو مسائل إنساني أم تداخل لك يك لو سببنا intervention to maintain international peace and security دبيني شر بابو منطقة كم كتب الشر دري أمن لو حفظ السلم والأمن الدولي دم دم أنا أو باطي بو قوي حفظ بكم ياخد عشتيو أشتيو ماتين إنترناشونال بيس أند سيكيورتي بيس سلم والأمن يعني بيس سلم والأمن الدولي
bu bundan da zərf bakır dəkəli o nəyət, arabiyyə kəm zərf qalır. Dənəşkə intervention to protect the interest and rights of citizens of the state. Həndək zərf ulatik havlatı həyə, yaxud şirkəti həyə, yaxud dəbini səfarati həyə. Lü parastini əv havlatı kəni xoy, dəxin tədəxul dəkə, məsələ dəbini həndək zərf dəyən Amerika səfarat mamayt və ləna uşaq. Yaxud qrupat man dəyirək mələ fələn şüvəyənə, استا لب مدرسه دانا همت ابی تداخل بکی بسیم دریامی او یک ل اسبابی تداخل ل لقان دوی انسانی هر وا intervention against the intervention او منه اوه که استا مثلا ترکیه تداخلی کرده ل مسئله داخلی سوریا همدی کهش تداخل دکه لزدی تداخل کردنی مثلا تركيا فدولتي كي مثلا اما الدولتي كان سوريا يعني دولتي دوم تركيا تداخل فيها دولتي سيردية تداخل لك بو او ديشي دولتي دوم راوستي آخر بنجانا لدرس قام دول الإنساني مسراوة intervention upon request يعني التدخل عند الطلب يعني توخ بيشتي حالة الشيء كده طبعا ده زاني كخود مسألة كده بشويك السلمي حنابة الشعور وده ده وخود دعوة ده الأمم المتحدة بي لدولة الشيء تربي مثلا لأمريكا يا لروسيا لهش دولة كبتواني بزوترين كده بيتم ام مسلمی دولی بگرد تو با ملاقه کرد. در بخیرات این زماعت دیدم که بود اما دست من پیه کرد اندک روشت نگرد. لکورسی دوم بابتی تر ما مکر. طبیع او کورسی که خبیند من امتحان ما ملی کرد و بود ای پر نتیزش ما مکر دوا. کورسی دوم ام مادام لما مخین که قانونی اداریا دستوری قانونی اقوبات اکادمیک انگلش اکادمی انگلش بشکی باسی لکن اکادمی انگلش خاصاً با مثلا او نص قانونی نه اندی زد ترجمه ما لکن دعا کلمات قانونی ها بود دمان خفنگ هشت علاقه با قانون با او ما لکن دعا دمان نسی و ماستا مناقشه زارکی و زار بزارج برایتین و نسی حول ده که اما زیادتر انگلیزی کمان فرقی بدین لیت سر قانون اداری نه قانون اداری براستی زور مخیم اگر ماده کان ما بنویسی و یعنی سن ما کتوم چیم بس سر سلای تواش نگاه بس سر مقاده کان ولی وقت ما اداره زور در آوانه من دیتا پیش لوی حلباسی آوانه شم که دو آخنده شم یعنی خاص دم دیتا کان قان التظلم ما مفهوم و ما خلغان و ما شکل و ما وما هو معلوم اما ك بريال شي اداري در لكن طبيعي او بريال زار بزار لا لا برجوندي حولاتي نيه لا برجوندي او كسينيه ياخد لانك زرر في ذاك الوقت باش او لانك تيبكا حوضك او بسيط بنفسين تظلم وكا تظلم كدا تسويت دستو تشي دستو لا يكن زار تظلم ولائيه دستو كن او كسي ك مثلا بريال كي در كدوا بعد من تظلم رئاسيه بعد من موظف كقبولينيه بعد نعم بلیاری کم تاوه ده سی تکنه و ایسی ام موظفه یا خود دمینی بو ایما وزیر شهروانی هل لحروج سروی حرامکه نیا یا وقت وزاره دفعی بیس راست خوالی ویش تظلم خوی بشکر بکا پیش اوی ازراناتی تر ورد بلی کتونه محکمه لوانه که تظلمی یرجانیش من هبون یرجانی که مثلا زر بزر نجنی دبینی بریاره که در دکان راست و خوش از نکات تظر مکان بده بیتوه اوان برکلتی یعنی لقامی اداری ورمان بیتوه رقابه پلمانش ما مماقه برگر هر وقا مثلا رقابه در او دواره من بیتوه اصلا رقابه در رقابه ذاتیه دلقائیه رقابه ولائیه رئاسیه سابقه مش من هیه ولا حقش من هیه عقوبات براستی عقوبات بدایتکی هیس کیف مبینده هد بلام
بۆی کتابەکەی نووسیبووە سەبەبیە بە شێوەیەکی فەلسەفی زۆر جوان نووسیبووە ئەو مادانەمانی ناخوێن هەر مادەیە قەناعەت کە دەتوانیت یەک کتابی 500 لاپەڕی لەسەر بنووسیت العلاقة السببية بين الجريمة المرتكبة والنتيجة الشبوية السببية زود شاشي تدايا أتو أقل زي ما كوي لا دبي ربطك بين الجريمة كو بين النتيجة كعال بالفعل أو نتيجة كوي السبب كي هو أي شاشة كي هو زي ما كي كرايا يأخذ حس إلاخي اليومي يعني انتفاء العلاقة السببية في الجرائم عندك ذا حس سببية نهمية حس سببية نامية تربيت سير ارتكاب الجريمة بوسائل غير مادية زار بزار أما يكشي دكوجي بس ناي كوجي بلي دام بها فيزيك يعني هيز شتكي لنا اللي بلا مقصي اي كوجي سوز أما بدرو إنسان ما هي بدرو إنسان بدكين بدكين بلا مزور كسر وطلبوني لدايكي نكتشي كدو دزاني دلشي هي نخوشی دلی هیه پیدره او کورت من کشتن سن ما موره کده او در چیز آتل ده او در زیر خوی بمر دو آیا او بزر ما در نلی پر بزر ما در نلی ده برام با وسیلیه که پیدر کلی بوسائل غیر مادی بطرف محنه بیا اشکالی پند سیا اوش حد بخوی بحری براستی براستی توصیل دکم که اوی حزده کن لبرکوبات لجنائی بنستوا تابع الدكتور عبد المزيد بخمين الدواء لسر السبب اللي براسي عنده بقى في شيء فلسفي زوان مساعد دواء حسن بخمين الدواء في المالي باشا دستوري لا دستوري دكتور عبد الفتاح عميدي زمع لبناني فرنسي بيشترش حوين كل زكوي سورا أواني بمر الدواء يكم مادة كب بهیمه گفت گویی برو مدت فصل بین سلطات مام داخلی و کمیشی اما من سال ما پیشان دید مدت فصل بین سلطات سن آسان سلطات کن سون فصل داد به ایمان نبی سلطه قضایی لگر سلطه تنفیزی لگر سلطه سیم نه یسی لسه یکی زاد بیتون آشه ما با آسانی ود من گفت بلان جای هر نظامی پرلمانی سیم نظامی رئاسی سیم او هر ځل کور ما دغه دغه بحث کوم له ورن وسه په شوازي بحث او دا به موږ ټول مشينه نزيك یې کړې بس په واحد شنه زور اگر به ته ورن وسه ولا حد سره یې کې شي لالا فاضل لا خپل زیات زیات ورن وسه دوه له مو میتر حزب له یو راس لا او یې کوم هندسه دستوري هندسه د څون شنه نو هر هندسه مان جوړه وو ټول له مونږ سره کې دوه باش معنى تسأل هندسة دستورية للنظام البرلماني أما هم قانونين بس هيس نهت إن بيت بيش معنى هيش كل مشكلة إن شاء الله لها مستقبل ك بدمن فرمو دستور ما لهم نساء ما ده دستوري ما لهم نساء لكن زي ما دبي بين وصل نظام كان أما دبي دمان يصير نظام شتى بيوكي لو عن النظام البرلماني نظام البرلماني بيك خطيب سوكم أمن زيادة تولاق النظام كان يأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها يعني تعاون بين يكتريا بعكس نظامي رئاسي ويأخذ بمبدأ الفصل التام بين السلطات شيء باشرة ما دا كان سينا ما دا صورية كان سيئة كأتو دا تولي لو نظامي بن السلطة طبيعي أما دا كدا دا يكون السلطة هناك تناقض يكتريا كأتو دا يسا السلطة شي تشريعي مثلا نظام البرلمان دبي تعاون جبتين لبين سلطتك ولما بك آسي أقبت ما بيش بنوسي تعاوني تدارونا ما مصلى بدايات وزارة في الولايات دا سكرتو دستوري دا نستوعي ساكا لوي هندسي دستوري يك بولا في السيارة كان من ناو كالكردو مان لأبورسي دون بو مانا أدوا هر بشكان من بود سكوت ساد دفتر مانا سنوسي ويشتر دكتور سينا ما قلت لي ما دك ما غلط نسي تقولي ما دك اللي بدك كان بغلط نسي ما مستوعب الظرف اللي جدا بس أو تعليم أو معلومات اللي كلا سوى بس كده صار يوم طبيعي كورسات ما تواكت ما تواكت الحمد لله هذه
هنا ماويش زور حساس كا عنواني بحث أبو جيري وشو فيه أبو جيري زور لقي ما أقدر بحثي ماستري هنا بتوع مشي لنا ما هبيتن دزاني أو فترة عسكري فترة سكو أتو يك مشو في ديالنيا دوش عنواني بحث كا ديالنيا آية بحث عنواني بحث كا اللي قبول دكتي يعني قبول نعبي أنا أعتقد أن حتى صار اليوم طاوكر برادر ولنا قومن هش عنواني كي تزبدنا كابون أو نضعف زد كابون فهي بقى صعب دي ميتو مشينا ولن لكي وان ترقي ولان حشا فقري الزور ما نبي حرب قوم من سي مانبو قصوري خان حتى عنواني خون تزبيد كر مصادر حتى مندنية أتو عنواني كات اختيار للعقلي قد دبي مثلا دكتوري من بيتي برو او عنوان ما ديت او طو بدل ما رصب مصدر من بيتا فيش او ما تثبيتي بي صب مصدر بدل قبشة ده سيصير انترنت انترنت هنا اونلا اونلاين اونلا نعم اصلا يعني انا مش نتزاوج في البستوش لا بستوش في اونلاين بالقناة واللي بستوين زيادة النبي هذا اللي ده داني زيادة النبي اونلاين تلقي بر اون دو کتابی بینی هایی تر برادر هیلی مصری تاو کردیا پیمان از آنکی پیمانی من با مصر کردوا های سفر دکه تصور که لو زوفا که اما لیتی پایین های سفر مصرو لعنی تایی تر کردو با اون یک دو کتابی من دوا ایتر مصدر زور میی من لو او کسانی که دیان میو مصری بینی ها حق اونی ایمانه که دیتو یا ایمانه که لعقلا دلی مصدری ها بیتن دوهای دبینی سال دوم نشش من حفظ من گوش با اتو تازه با غصب تو تکنمانی بوری لبون نبینی مصدر بو بوری نسر وی گوش من مشنی حسام نسی من او بحث کم بلام پیم زوری بو آن باز بکم و با او کسانه که فکری مستر اینا نوی مستر یعنی یا خود دوره اهمیت دراسه ایسا هم حاطن نو موضوعی بحث کمان طبيعي موضوع بس كمان الإطار القانوني لحلال الأرض الإدارة للمصلحة العامة يا واتا سواتسوي يا ساري هو شان نبي كده بس تكار جيري بو برجون دي بيشتي طبيعي دراسة شيء تحليلي مقارنة بوخ مقارنة ما لبين فرنسا ومصر وعراق وهرها أقليمي كردستان كله جريدي تواجهنا وكلا تسبو أو دراسة معالة زي يكي لجريد لين امتيازة كان دكك دلایت اداره ویش چیه؟ مصلح عامه و سببه مو خوشان و گره بستی میشتی ما معنی چیه او یعنی با اراده منفرد اداره داره من بلعین کلون داره من حالی دوش این موان هیچش بناکه و لعینی دوم هیچ غلطه چی نکردو یعنی هیچ وقت لعینی فسخ نیه که لعینی دوم فرصه با غلطه که امش انزاری بدینه و لیه او روشه اینا بلکه هیچ غلطه چی نکردو اشکالی ام دراسه چی بود؟ یکم اشکالی مصلحه عامه فکری چی زور واسع بود فکری چی ملین بود لوی اشکالی من ها بود لمفهومه که لتعریفه که حدوده که زوابطه که هنده کش للای چی تروش چشه من ها بود آیا لبیت تقلیل مصلح عامه لسن مصلحه فر بکه یا خود نه ولاين سيمس الآلة المتبعة لحل النزاعات الناشئة أو آلة تسيك إما بتواني وري بقولن بو حل كل الدنيا أو شيء شان كهود ده دواء أو جماعة غير بس كمان كل شان ملاحظة هيك تعليمات الفيزياء كودي حكومية يعني سفاسي مشاريع کردستانی دکم دوم کردستان لماده هشتاو سی و هشتاو پینس حصاوا و دارش دیما دو ماده که باز لمصلح عامه دکاتون رگه پیدا و بشیری چی باش دوانه که لعنی اداره دتوانید چی بکات حلوشانوی گریبز بکاتون گریبز چی اداری مالا منحمان کات دلی دبی تقویزی لعن دوم جب دارتوان ترگه یعنی توازنه چی کردی ما بینی مصلحتي إداري لها وشان نوكي ومصلحتي كابك بفيرو نفيتن تعويزة شيء بدأتها والله من حمان كات
إما لا أقيم كل سنة هي من كردستان أزمة كيماني من مرعوبة لو أزمة مالي تعليمات لوزارة تخطيط بلان دوتسو تعليمات رقمية كي دو هزار وشخاص دار كباس لو دكا رقي بيداوة لما ديك دليتن أو كومبانيانا ياخد أو مقاملة لا ناتوان البروجي كان ينطوركا طبعاً من أزمة الدوزار تساعده ولا أولا الدوزار شخص درسوا يعني نحاول نوصل لأزمة ضليت دتواني تيبكا دتواني غريبستكي دعوة بكات غريبستكي هاو بوشين دوا لما لما دا اشتاو سيو اشتاو فيزا كم لحظة تان كدبي بخوما إدارة هاو دوشين دوا بس أو لتحليماتكي زيرك تربوا لاني إدارة دليت نخلق با لاني دوم هاو بستير بك با تقديم كدني طلبة بقليت من ناتوان بروشي كم دوا بكم نهمان كان لآخر برقش دليت دلی مخاوی مزبر یعنی مخاوی دبیت بسی تعبودش یبدا لکات العدل که دعوی قربوی نکات دوا اشکالی اخیر من او بود لسر اوی را دوستی هدف لرسال که چی طبیعی رولی مصلحه همی بدر مخی ما بسبب مصلحه همی دتوانین لمو دوا گریب بستی اداری هل بوشی نو ببیهوز هو شيء سي خطا يعني غلط فيش انا ما بس ما ظني اكل غلط اكتب ده لان اليوم عمل تواني غير بس يعني هو شيء ما يستنى يستنى امر يك امتياز ما دستا ك لا اخذ مدني هشتي وانيه لا اخذ كان ك هشتي وانيه هو شان غير بس ببيع ولا يدوم غلط شيء كافي ما شو لو تباشا او هذا بقى وبعدين ده بيقول البروجي كان ك پروژه چی است؟ از زیر شوینه چی رو داده داده؟ پروژه چی که من هیا که لوا چیه؟ ایش مصلحه عامه که داره؟ بله مصلحه عامه ای پروژه استراتژی که زیاد نه ل مصلحه عامه پروژه لوا که من هندست میل لوا که هر دوشی نیم ما میشیم که استیم هم بشوینه که از لوا بیترشی از نه کمیش به مصرف داده دین ناورو که سیناره که ما نتاقی بحث که من اما طبیعی مصلحه عامه هل برياليكي إدارة بدا طبيعي لبو برجمدي قشتيا أما هو مو هواي بزاني هل وشانو يقري بس بس سببي خطأ من قبل الطرف الآخر بي يعني حضيق ولاين لاين دوم بي لا أنزام نداني مثلا بندق لبنو دي عقد ياخد هس أنزام نداني هس حضيق هل له مصلحة عامة من إما أصلا لاين دوم ما وقت بشي دوم ما وقت تسكو إما للعلم واضح بو كنقطية كم بسوا خطأ من الطرف المتعاقد أو إذا بيت فسر فسش عقوبة لبما أو حرق عقوبة بلا يعني جواب لدي خلطة وشنالي بلام إي إي جزء إي دوام كإما بحسة كما على سريع تتويشن أو كما على سريع نخر كلاعين دوم يسغلط يقولون لا بوه عقوبة نية أما كعقوبة لنعين دوم وحيدو شنو بلكو مشينا مصلحة عامة وهذا خوازي تر بالدوام نبي من البروجي ياخذ بروجيكا مصلحة عامة تيدان معي بالدوام بلا نبي ياخذ بيستما بشوينا كي ياخذ تر وانا جدينا السبيل لدوائي دا بيش قوي طبيعي بيش قوي بسينا ناو بيجنا كمان اما دبي يكشتي زيادة كينوا عقد إداري لكيف أخودي أخرى تسكمان هم من إستا فالمنبري يأسعينا يعني سبب وزارتك طبيعي أو عقداني كديت لما عقدي مدني شي تدعي عقودي مصالحة مثلا بلا لاني قرنجا كلمة شي عقودي إداري مثلا بوجه شي زور قوي استراتيزي معنى صوت فانزاية صوت بستيو شيرستيو بيشتر تعريفة شي عقدي إداري بتين عقدي إداري تسيا اتفاق بين الطرفين هذا اللي عين وشي عقد كان يديك دولة اتفاق لك بلا اون دولة انا نشين لاني كم لبيت يك لاني كان ادارة بيتم يك الاشخاص خانية بس اشخاص خانية عن شيء اللي بيتوا اما اوي هاتوا اشخاص خانية عن مثلا وزارة اللي بيتوا محافظة اللي بيتوا دائرة كان يسبب وزارة هم اوشي انا كبقانون رجب بيدراون ك
عقدك إداري أنزام دملك الشخصي دوم كان مشين الشخصي دوم عين الشخص ويلا أشخاص قامي عام ومشين الشخص ويلا أشخاص قامي خاص وكشركات وكشخص شركة يعني باشا عندك معيار من هيك ما فيش زي ما ندك دعاء أو أخذ بالفعل إداري لك إداري صحيح هي أما زيادة كاتو لبيني عقد إداري لكن أخذ شيء مدني سي معيار من هيك بين معيار عضوي من هيك معيار عضوي من هيك معيار موضوعي من هيك وهربها معيار الشروط الاستثنائية واضح معناتها معيار عضوي وحربك او باس الدبي لا يكم دبي يك لا ترى فكان شيء بيتن اداره بيتن لان شيء شخص يقول اشخاص كان نعم وكفايه لكني فرص هالبوي بقت يعني دوله بيتن خلاص او عندك اداريه خلاص دوله طرف بيتن لي عندك اداريه معيار الدوم ده النخب بس نية اما لان لا كان دولة بل كنت بيت مرتبط بعقدك بنشاطك لنشاطك كانك سالكك لسالكك كانك أو مرفقة إدارك أنزام لذلك مثلا أما إيشي بلديات زاد الدرس كده ونيا هالبروجي كبير مثلا بروجي صوت بستيسة شستيسة بنزايا إدارية بلام هيش لما يرسي ما طالنا كريا لما يرسي أمن دانلويدن المراسي معيار الشروط الاستثنائية اللي يدل لبيت الشروط الاستثنائية تداري فلا عقود مدني تداري نبيت أو معنى تسيا أما إشراف التوزيع لشيء هيك بس كعقود إداري مثلا إشراف التوزيع لمني أما مشروع صوت بانزا مشروط أو معنى مونس معنى مونس المشروط كذا سر بروجيكيا بمعدل إشراف دكا وتوزيع دكا تعديل العقد وهيك الشروط الاستثنائية كان تعديل كدني عقد بزيادة بنقصان أو مثلا عقودي باب خالي ما هي الواقع أما بكيف كمان مثلا بذكر أنا أقول اليوم أو بندش باقي أو بندش كتا سنون شاروانا باقي دكيتو أمرا بس فقودة واني ها توازن مالي حفظ ذكي مثلا تو دو بندسي بندلو زيادة لكابرا مصرفش زيادة لكابرا أنا كده ديت بس هتو بيت منو لباتي بتي مزادة شكل يوم ناقصة شكل لتي بس بقول أصير زيادة كي أو يكل شو تكان عينا بلام غرينتنيا زيا غرينتنيا كأمن دمي أماج بيتكم أو يك بابتي تويجينا وكمان حلاش أنا يبلي بس ببيت أنا نقول يعني دوم زور جميل يعني لان دوم يعتبر كي الصفر يكسر الله يحلو وشين يوم ها بو معنى لا لاي احترام لاي ندوم لاي بيت بولا انتزال ناكي اتو موافقي بدا لاي ندوم بي موافقي لاي ندوم يكسر قل دو الشيء دو بولا معنى التوازن مهني هي دميش اتو تعويزات هي استشهر مجدرين السر مادي اشتاو سيو اشتاو بيز باس التعويزات كان تابتو لا بابا تتو يجنو كمان طبيعي باس انحلال كلية هو عشان ما يقري بس انحلال سياق طبيعي طبيعي انحلال من شنو عندك بدل له فسخ المكان يعني لو او كلمه مكان انحلال لا قانون مدني اجمال نقل قانون اداري كلمه انحلال اين الدليل؟ سياق زوال العلاقه القانونيه بين الطرفين طبعا سي صوري هي سي نوعيه هي كمية تقايلة لو مين فسخ سي مين الغاء الاراده المنفرده دوی شاید نباشم که دکتر دیم سطحیم. تا قایب سیا هر دوی لبر زمان دیکتری، لبر زمان دیکتری داد نیشن دارن تا او عبدهای خود داشته میام. هر دوی داد نیشن هم هر دوی داشت لازمیم. او دو پیدا کرد تا قایب. اما لو با وقتی باز دکتری فسق پیش از باشم که که عین خود باشم نویگری باست میشینم با تقلع نه ولی قبلی رادا مفرده ولی با قوه فسق. فصلك اللي عنده غلط الشروط ده دوز إخبار عفوا اللي بعد من فدا أو أي كبفصله أيش ك ببي أنزام دان يسخر تقول عن الدوما دين الفصل يكم كفصل يكم
باسی پناسی مفهوم کن حسامان دوزیت من ولا لفقای فرانسی و مصری بلان منام پر رقی سبدی توش تشوه لسر پناسی مصلح آما فقی فرانسی جاب شوف لی حال صاو پناسی کرد منی مصلح آما دلیتن تشمل مختلف الانشطة الخاضعة للتبعية المباشرة أو غير مباشرة للجماعة الحمولية. بلان فقيه مصري في ناس الشيء زور زوان تري كرديا لأن كل ما تقوم به الإدارة البسيطة زوان إشاء ولكن شأنها أن تحقق المصلحة العامة لعموم الأفراد أو فئة معينة على نحو العموم والتجريب. يعني أو كريالك أتودد مشينا لو برجوندي بشتي بيتر بروبة شيء زور بكريتوا ياخذ بالدنيا غروبه معين بالمجتمع. او معناه تصير غروبه معين بالمجتمع. او رغم او معناه تصير او رغم اذا بريالك قدر بتصير مثالا من كاك المعاش مالك قدر دبليون عمو في خوش حاله منه عمو ما عندك مجتمع. والله بس بين معاشي تشي دقيقه توشي تصور مصباح شي معينة أغلبية لينا هاي توشي سلطان مني أو توشي نقاشة شي معينة مني بل هاي دابا الجو اللي كشتي بل هاي دابا الجو اللي كشتي أو ما هيك هو مميزات المصلحة العامة هي مرونة الفكرة ياكم فكرة كزور ما لينا تلاقي قش وين بما تساوي مش نبغى نكون من أي كاي بيناسي كوت من غير بيناسي مصلحة عامة من نكر أو إيش فاش أوي قناعة شاش بانك أي بي كم يعني كم حاتم ولا تزرك ك نادر برجوني قشتي بين عسل وخير برجوني قشتي أو عندك كلمة شيء مطاطية أو عندك كلمة كذا جوري بجوراني شوينو زمان تلقين هر وها بجوراني نظام سياسيش أبي اللي لاين مصلحة عامة مش نلاقي كسر مصلحة عامة أو كاتل بون مصلحة عامة مش ندور وجدك اللي بون بجمل إشتي نبي تلام من أول بريان إذا بقى لبو أو نظام سياسي إشتك بجمل إشتي مش نلبو بغداد بجمل إشتي نيا أبي بجمل إشتي لبغداد مش نبريان إذا بقى لبو بجمل إشتي هرمية فبجمل إشتي بشيء كي مطاطية دبور بيت لويش باشتر وعقوتهم والتعريف هناك بس كده تعريف كم ده بقى عناصر الشيء اللي دامنه كابري خوينر مقيد بكم ك طوال أو منو ستمو أو مصلحة عامة نخل مصلحة عامة دقور بريد أو مصلحتي إذا لنام توشي تسم بلاطية أو دلي أم لبرجوني قشتي هم منه أو كانوا كده أو تدلي نخل لبرجوني قشتي يعني تضارب مصالح حلوين لكن دي مصر أو مزات كان بو دولي مصلحة عامة باشون برجوني قشتي لا لمرحلة إبراهيم عبد الإداري تسيع عمر بجوني قشتي من هي بس ملاحظة ما كنتي بجوني قشتي كما كنت قاعدين أي باشا أما بديارك دي إما عندي قوانين ما دالنا كده بيت بشيوكي مخيط كابرا إلا دي بستم زاهدة إلا دي بستم ناقصي أو ناحية مقيد لقاك ما لدينا غير مقيد إما حر إلا حب جاني أوكسي كده ما نويت بروجيكا أنزام ده و هر دو لازم به برجه ودی بیشتیه. لو به برجه ودی بیشتی اسلام که ده منافسه ایده که کمترین اقتصاد ده پارک ایده که کمترین او کسی که پارک ایده ده و او ایخولوجیه بید و هر وحا ده بی که فوقترین نیشه آمیده ها نشن پرسیاره بلا افتان بی بلن بلا مواش نیه هی کمترین ایده ده بس ورگ بریدو های زیاده که او کشیه چی چی دیگه هر وحا رجعش ترمان هي أبيش بحريتي خوما كده تواني تسمى رجع كيا كمpanies في يعني هو بجيل تك أو بس أو تواني أو كعريب كا يتر أويا لا دوري مصلح عمل مرحلة إبرام عقد إداري بس دوري مصلح عمل مرحلة تنفيذي عقد إداري تيا لمرحلة تنفيذ أويا كأوضة صلاة نكبة لاني إداري دراوة أو برجعون تبشي عند توانم إشراف توزيع كم أنا عندي كيزيا كم بتواني مالي أو بوشي ما هو هم مصلحة عمل لو نعمل لو برجع عندي إدارة شيء
باش موقف الفقهاء سيادة دربوا عليه وشيء عاية بالفعل مصلحة عامة أساسي كله هو شان يقرأ بس إداري ياخذنا طبيعي دون اتزاح بيدا واتزاحك إنكارك ذاتنا مصلحة عامة سبب نية لبو سبب شيء أساسي نية لإحلال عقد إداري المصلحة العامة أوانش طبيعي لبين إخوان أو اتزاح كرازي كدوم من دون اتزاح اتزاح دار النخل حربوني مصرح عام سبب يكل بو إحلال عقد إداري حتى إذا كان ما دام الحكومة دتواني بكيف خوي هالبوشين دوا مثلاً كم أو فكرة بروز زي شو هو يلو عنده استهان لك موفق هي خاصة لأوروبا يستل لا مجلس بينا كديا مشين باس ما بيش كا جمال أبي دائرة كاروان الدنيا وزارة كاروان مشين الدنيا يعني بدلة شيء بدلة شخصية الأشخاص قانون خاص شركة برايا وزارة تشكيل نعم يعني سمو مرفق عام تنجي هذا خواري ياخذ مرفق ما هو أما هل بتمان تنجي نما هل ما مش عنده ولا كده مرفق أشكاله عنده يرد دلوك ما ندر لكن كم مرفق عام سبب الشيء رئيسي نية أساسي نية لبو هل وش عنده يجري بس كار جري بو برجع ودي بشتي بو هل جري بس كار جري زمعتي دوام قتيان نخر عين المصلحة عامنية بلام سلطة عامة أو امتيازات أنا كدولة سلطة عامة أو سبب الشيء الرئيسي مو هو شان ويجري بس كار جري إيه ما سلطة عامة بكيف هو ما هو شنو أقرب ما بيا هو شنو ما شو كده بيت لو حكى لو حالتي إذا على طاني بشيء با كيف يقول تعسوب كار لا استخدامي حقي كهيتي أيش هو شان ويجري بس كار لو أم سلطة عامة خلاص كسل جرب صينك لا يدوم نخر لا يدوم كمش لقى لا يدوم بو أما نقول كان نخر أصلا هشتي هل بوش تقول برجع عندي قشتي كاكا أصلا عقد نوتس عقد إبرام دكري لو برجع عندي قشتي أو لو إما شركة شيء أصدي بما إني أوصل مستمر لدرس كا ياخد شركة شيء ناقص يا رحمه لو تس أو عقد ما عندي إبرام كردوه دبوا أو برجع عندي ما واد خوازيتن زو او کمپانی زیره که مثلا ده توانید ده پروژه زو انزام ده به شیوی چیز زور توان و رکب که به برشمون دیگشتی خوام علمانیم ای باشه اگر ابرانی عقده که لبو برشمون دیگشتی بی ایده بیتن هل باشه انو کشن بو گره بستی گشتی بی اوی یعنی اوی طبیعی فکرکاتو لبو او سبب من انزام ده ده بی لبو او سبب برشمون دیگشتی توانیم بلا اوانش طبیعی بونه دور باش گوتی هندشم گوتی تاکا برشمون دیگشتی بيوس ناكا لا أخدش بعض بكري طوا بس بجرى اللي قشتي هبو دك بعد نحن بوشي نوا بيوس ناكا تلا أقل بعض بكري مثلا فقط شو مسيوبة أجر بجرى اللي قشتي هبو لدا هاتو إما دك بعد نحن تكام بوشي نوا سلام الله عندك أخد الشيوا ما كديوا مثلا لا مصالح كدي تشتشوا عادي تروبيش مثلا لأن أجر لدا هاتو بجرى اللي قشتي بيوس ما مش فينا كيف بده دوشي نوا او زمان او زماعتي يفهم دل النخل هل بيوز بوش ناكا زماعتي دوم دل النخل برجون دكشتي دبي هبه ودبي لا اخدا كش باسي ليك دابي وكرا اخوم نخل برجون دكشتي بيوز ناكا باس بكري لا اخد بيوز ناكا باس بكري سكو ايما لبداية عقدا كمان لو برجون دكشتي انزام دعوة من لقل كومبانيشي مقاولات بس مشروع شيء أنزام دواء استبت يستم بوش تاني يا لقى الشركة شيء توريد هني شتم لو بني إيش بوش تاني ما هو داخل بوس بدوام واحدة هذا وش ما باشر فأول اتجاهات الفقهي بو كأنوش لقى زي كيلوان بو كرجل بيشتري دين يا بعض بكرش بعض نكرش لا عرضك هالبي ولا جيبه طبيعي او سلطه كدرات اداره طبيعي سلطه شيء مطلق نيه ان شاء الله هذا الشيء برجع بيشتري بس هو شكل بنسب نخر شرط شروط هي او شرط شرط نزيه طبيعي شروط موضوعي هي وشروط ازرائي هي شروط موضوعي كان او جرين تريل بو من شروط ازرائي كان او دبيت اويش هبوني مصلحه عامه دبيت مصلحه عامه دبيت ها
bu nüsinde nüsinde karar ki Allah meseleyi getirir. La la قام الإدارية محمد بن دليل الإدارة غير مجبرة على تسبيب قراراتها يعني. إدارة قرار شدرينا مزبونية سبب كي نسيلو أو يكبر لو خلق بشان دوا بلا من دليل نخير إدارة مخصوصة تسبيب قرارات خويبك خاصة هل بشان نوي قري بس لبو برجون دي كشتي برجون دي كشتي كي بشان دا لو بياني لو محكمش آسان ترى بليار بدا تكي فكيلو كاتن واي يواني او برجون دا اي يعني بلام دعاية دي نسالي رقابي محكمة رقابي شي مشروعية لا أمنية دعاية اللي قابلنا كبو أو معنى يسيا طبيعي فقهاء فرنسي تنحالتي شي على سبيل المثال نهاية يعني ما نك على سبيل الحصر تكاقلس على سبيل الحصر بينو سينو يعني ما بندي بس او حالة انا هي او حالة نتسي دلي زوال اسباب ابرام الارض الاراد اداري امراض انهاءه دلي او سبباني كأما انزاني الارض كمان بسبب يامنا دا نما خلاص او انا اشتد بيتوا دبيني اتو لناو شرعي لناو شرعي ازبالي عندك اقودي انزام دي بلا منقر كوتاي هناني شر كوتاي هاتني شر پیش با اردن هم نکرد. بوی اتو هم دستی لو برجام نگشتی کتایی لو گره بستان دیم. دوم اوا انتفاع المصلحة العامة بالاستمرار في العقود المبرمة. مثلا مصلحة عامة نما لبكو اوا مثلا شي كوش مثلا اما اورو حولي دريم دمانوي ايو لو رابشش لكل كيو. وري دست بام بيكتو مشروع مان دست بيكتو. بلام حصل شيء ده من دلنا نعتك والله إلى مثلا إلى بحرك شوية كي نزيك ده بان الرابط يمكن نجرب فيه ده بان شاك الرابط ما كتب فيه استنا ما مشروع فيه تدنا تيل يمكن هندو شيء نوع تعويزاتي لو بدك كي بام دعاء بين السري تعويزات كان تيل وتيل حالة شكا إنهاء الأخذ الإداري بالإرادة المفردة للزواء أو لإقضاء متطلبات المرفق العام. مثال أما هو يبلغ شانات سيئة لمصلح جيش داوي سوقي ومدري عسكري كيردو وهي حالة بخوي أصلا زيدكي قوري قلت بكال ناية كان زيدكي قوري في يسي بوبوي عمي نبكا لبوي داعي قوري بدا كيردو يتسبك حتى وني بكا نخيرو من هذا ده مخلوة شان ويقري مستكا يعني أتو حرس مصلحة كان ما لو يبين شيء دامني إن عن شيء زيادة يعني أتدري بعد زيادة تعويض بيت الكعبة نخل ماكو تاني بعد كميني حالة شكل إحلال الأرض الإداري بإرادة منفردة لتغيير الظروف الاقتصادية طبيعة هو هرم كردستان جدا بيتوك أو صالنا هو أزمة شيء مالي زور سخت ما بصروي كمراسي شركات كان مقابلة كان لحالة شيء الوضع شيء زور خراب مشينا خمي عنا هيا مثلا بي اس تي بلا هر بارش نبو بلا زوربيا هيا بو افلاس فكرة بو جيش ما نبو متأكد نيما مشينا مدير شركة كي يعني صاحب شركة خوي كش لبو نبو نباركا باشا اما اصلا حفظو بشي نور ابري بستانا بلا ملعين نكاك هليمي كردستان وزارة تخطيط بلان اصلا با دركني رين مايا كبكاوي دلت كاكا اما فن مخوط طلب الشدق بنتا اما نار شي الموا والله لا طبيعي وزير كاتيا نقليش لكم ليش ما وزير كاتيا كي لويا ك علينا على توهم ذا طبيعي عند الشنات نهى الدعوه ومحكمه وانا ايش دعوه عشان وزنا كله ايه دليل والله من الرحمن كاك اقل هات وخذ دعوات كاك دبيتا دشي بيني كاتي وعندك دعوة تعويز نكتي وان بنتي ما سر أوي أما قلت من لمصلحة عامة ما تاكلها أنا أما حل دوشينا
منت ما ملاعيني اليوم نشنيا بلام دير دينا بخوت ولا داومك بيتو قلي إزبار شدك إلا عنا كات بخوت داوكو إزبار شدك متعويز من دي موا تعويز كفرة تو لعين دوم لي تعويز من هم داوكي دو هم خمان هم لعيني كداري نقمان كابلي توش حالتا شدك إكا نخواز راوة توش مصلحة مباسي مصلحة آمدة كانت شركات الجولة هي كديري بيتهني من كردستان أكاد جي نيبي علين هل توشي أزمة شي بيتن بريالة شي وادر بيتن لو بريالة بيتن كاكا والله برو تعويز النادم وبرو أوتشي بتا تأخذ شي بلا من شين شركات الجولة نيه ها هو مصلحة عامة لو أوكاتي أوبو ظلم على مدى البعيد أما زلم منكر مش شركات الجولة نيتو إيرا شركات الجولة بدل أسد كردن دين إيرا بدل أسد كردن قانا كانوا وين ما يكانوا برسين شركاتي تر أكر جيان لبي أما حتى تك عندك توشي في شيء من بسيط بريالة شو هذا البين وركا كانوا توشي وطعوز الشن على مي على مدى البعيد مصلحة عامة ما نعمية وزرر ذاك اللو حالتي طبيعي حلوشان روی گره بس لبو تنظیم کردنه و تعدیل مطبقی عام و امانا و عامو دگری تو او را اما مثلا اما قطار مانیه بس ماوید مثلا قطار هبو با فحم بو وینیه یعنی او را اما سیالات مان هیا با بنزین دلوا اگه سیاره کامن بگوره ببیتر دیزل او اقدار مان هیا کلگه شرکات بنزین مان رو بینیم دبی اموی حل بوشی نوا لقيت الشركات اللي كا أغلب كي نوع شكل اللي هو مني بو ركبني كاركنا الله بشيء لحال تكام بك باسي أوي دك كوك نمونا كمصلحة عامة اللي تدعى أو بشيء نوع باش بعكسه أو حالة تانية وطبيعي أنا كباز دك على سبيل المثال على سبيل الحصر مية وأتأكد لك مثال على سبيل الحصر يعني من كده بس أو حالة أنا هي وحالة الدنيا وما على سبيل المثال يعني مش نزور حالة تري الشري بس إما هو أنا ما بس كده أو حالة نسيت مصلحة عامة يدانية إما هو بوشي إنه انحلال العرض الإداري لأسباب الطبع شخصي من مدير شوين كما كيف المكان فلان ناعي أو مدير شركة كيف ديت من تقديم لك يعني ديبينهم أو مديرة خلص مسلكم أخذ كيف أو دوشي إنه توشي بلاي خوي لك لما توان نك وات كده أو تشجين لك واشنية بس سبب كسيا سبب كي شخصي قوم بني منو مدي شركة هي شركة فلانية لو يوم الله مصلحة عامة يدانية نادي اللي بروح حالتي قلي بس ما بوشي دوا حالتي دوام تسيا معتقد ديني أو مورو مسلمان لأنه بوزيك ديتن شركة شي بوزيك مشروع شيء أنزام ذات أم كيف موجودين مش مشان عمليات المسلمين سد أو كابرا مثلا كل شيء يزيدية ياخد على بيع لنا ليه البوشين ما هوش نابيت أو إيش ذكي تا قالبي أو حال ذلك مصلحة عامة دانية انحلال الأرض الإدارية الزبابة الطابع السياسي وهو هذا الشيء المسلمين كابرا مثلا لحزب فلانية لأن لا حزب فلانيش لمنطقة فلانية أخذ كاني حزب فلاني هو شيء نوع أو إيش طبعا شيء سياسي أنا عنده في داريتهم انحلال الأرض الإداري اللي أسباب ضد الطابع المالي أو إيش طبيعي نابت أما فكر كينا والله وقت إدارة بروجكت من أنزام إدارة لن يبني والله بقى لك يسألنا كم بابو قبل نوع چی بکنم؟ به خوام انزام بدهیم. ولی نه بیتن اما اداره فکر میکنه تو پروژه که هم دوشیم به خوام انزام میدم. به واقعی هنده پارم لوگر تو. یا خود دیگه ما مقاولت کرد. به ماش تو لطرقی ناقص زاید. یا لطرقی زاید ده. من قبل هم بجای دیا کابه هاتی دیگه و روش دیا میشنا مشارکی دیگه بزیش توی تو یه یک سر. دلیل بود ماهی. آره زور بود امپیم دا. هم دوشیم و دلیم فلان کس. اللي نعمته دل ما عندهم اشتاو سيشاتوا ما دل لا تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اللي هي هذه المستند ما عنده
نفسي دلتن اگر هاتو حوش عندي و بدي على يعني بس تشيله وبرجعهم ليكشتي حوش عندي و يك لش لا أو شو تكانت سيد الناج بخوي بسيت نازعين ده من ناج دي بحالة شيء بكال بقول يعني سين يتل أمانة بس يقول لو حالة تانية ك لشو تي موزي كمان بو كده بالمصلحة أما تبيته شو تجزئ كان سوء أما طبيعي شو تجزئ كان أما قد ما قرار إلغاء العقد الإداري يعني قرار يعني أو شو إذا أتاني كله بو قرار شيء يعني بدليل لا لوش هي والله من يكش هي من حزة كم باز بكم طبيعي لحالتي اختار كذب يعني طبيعي من مصلحة عامة طبعاً يفسد الوش هنا هل بيش من والله بكم من باشا اختار بكري كابرا لو اختار بكري هل بخوما لو بجواني خوما من شنك كابرا اگر دادا بهر بردوام بي شتي دوريد بكا بردوام بي لك عركاني شتي درز بكا هشتا شي درز بكا لبي امنش تعويزي بكما بلام اگر اختارم کرد رکبتی اختارکی رکبتی کتایی نانی با پروژکی بلام یک نقطه هیل ماده این تعلیمات عقود حکومی بیاریم بشتاستی در حفر روزشی پیه بده اگر اشعای کانی مثلا اشعای دعوی کدو لخلال حفر روزش او اشعای اگر گریش اتو مزبوری بدارت پارکی تعویزی داتوی دیوانا احتارکانی چیا؟ احتار چیا باشا ما شون تک منظامی تعریف کمان زنی عقد اداری زنی من باش آثاری چیه؟ آثار احلال عقد اداری مصلحة عامة یکم زد بالنسبة للمتعاقد من هي و لبو ادارش من هي لبو متعاقد الالتزام الفوري بالتوقف يعني حر اختار كده بي رابوستي طبيعي ده بي ادارة زيرك بزود مثل بي رابوستي زود زرد اشي بكا بزاني رابوستان يعني رابوستان سکوت هیا مثلا ما اختاری دکین بلام کاره دستی لو دعا پروژه که انجام داد که پروژه که انجام داد ما حالتش که وام مسرح لعنتی اداره حارسی لسان دان نبود چی بسرح اما کش واقع حال من هیا مش نه زمان بزنن ای تو نه دعایی دکش واقع حال سید دکیتن تو اداره دلیل اون سطح شیفتی درست کرد رو دمی کار نمی‌کنی، سطح هشت و نم. دیت و دلم از اون مشکلش من هی براستی و قانونی کم. اگلی میل اندازه کنه مهندسی مشکل. کاکا لو از راحت و نگفتی لو حرف دن نوا درگه. آخر کار در کل شیفتی گیش تاش کامنوی و نیا. کش واقع آر حال بد نوشی کدانیا. استاد زیاد زنیتن. لزنیه که پیک دیتن ل. دانی محکم هوا دسته سر موقع که دیتا اوجوری دمیز که هم بیست نفر لیدیا دو ساعت هوا یک اوا واقع حالا اما که دگر این هوا دائری لدائی که من گو دعوات رو دورا مدوا دعوان ندورا و کشف واقع حالا من گو با عکس و راته کلا منسی مشرب و مثلا حارس قضایی دانی حارس چی دانی لبی زو کنترولی وزعه که بکر کابلش از هر پروژه که گیان تشت کردم که دیگه لای حاکمی حاکم دلی لبو نسبی دل سطع اینگو لات اینگو تو را و جونی گشتی ل دل سطع ای و رای بیرد تر میفعل واش از سر راست سطع سی مایتول آو سطع سی شی میکنم باش اوه یک ل او کم ولی من موضوع که درسون بس اوه واقع کو یا سی کن همو این دل دارو کن او دوشته که فرمونه او التزام کرد، بلام حقی متعاقد سیه. این باشه که ابرا او التزامی هیه. باشه راضا وسط. طبیعی راضا وسط آن کش اگر حتی بریال که بریال کی راس نبود، معنای میتونه لو بر جوان دیگه شتی نبود که ابرا باید بیداره. بلام که ابرا هر مزبره راضا وسط فرد. نکو محکمه لی مصالح وی بریال نداره. طبیعی ابرا راضا وسط. حقی متعاقد سیه تعویض طبیعی. التعویض طبيعي نتيجة شيء متوقع كأرما عقدي هل توشي النوع بفسق بي يعني بشيوي مصلحة عامة بيتا والطبيعي الأصل أن يكون التعويض من قبل القضاء يعني لو يجي قضاء غضاء مش هل أوي ترزيح لكم يعني ما يكسر نمس دي أول دي هو كأرما بس قضاء يتسكو يحلال بيتا وبشيوي شيء كبياني
مشكلة ايش ما يروح انزان نادر في او او حق اللي في ذي او حق زيادة بقى قضاء بيادة طبيعي ما نبش تدانية اما لكاتي انه سنوي عقد اما جي بي اف كي لكاكا ولا اتو اكتش تشوى ابوي دا يعني برجوني بشتيني ما اما اوقع يزاتنا بدينيا اوقع يزاتنا او 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 بما دب دايرجي هتسند دا تعليمات التفيزي على عفو بهرمي كردستان بدسقوشين دا مشاريع كردستاني لك كاما جي بي كردية دا توعين تسي بدينه يعني كشي كمان روهانية مرام مشاريع عراقي حتى اما جي بمصلحة بابا جوني كشتي نكردو الى تعليمات التفيزي حكومي اي كردستاني وتيتي تتواني او شتانة بدينه ما بهري او شتانة وطعوزانة بدينه ما دفع جميع المبالغ اللي تقام المتعاقد مع الإدارة بصرفها طبيعي الصرف أو يصرف في كردية لسر كاركان دفع من دينما على جهة الإدارة دفع قيمة جميع المواد اللي تقام المقاول بطلبها وذلك من أجل إكمال التزامات المنصوص عليها في مضمون العقد همو المواد كدعوة كردية وإما تزاين كدعوة كردية دفع دينما دفع قيمة جميع الخدمات والسلع التي تطابق المواصفات طبيعي أما كهرش تشيديني دبي بقيم مواصفات مشرف بيتن مشرف سي داوي كده مهندسي مشرف بجوري بيتن دفع كلفة التي أنفقها المتعاقل لتأمين الأعمال والسلع طبيعي هو بشيء طبيعي لشوين تدري حتى أجر مثلا كهربائي شركة خاصة بهناني عندي كاس عملاء يعني مهندس هي مثلا اللي بدسنا كبير يعني كعبة خبيرة شلي بقديني دلي أما دبي بعري خبيرة كل شيء بدينه ولو كان عملي بعدين قلنا فرانا بدين كهنايتي عالية تكاني كهنايتي كذي يبي بعتوا بعدين قلنا نجد بهم دين باشا أوا أما أوطع بزمن باسكر كلا عقودي حكومي تقعيمات عقود حكومي باسكر أوا هي ريم كردستان باشا أجل باس نكتابو دي مبدأ التعريف الكامل هي طبيعي أجل باس نكتابو أوا قرب صرف لينما لو أزال تعريزة كامل لدي كابا لبي ديار بمحطة كان بس ليرا ممكن زور زور زيادة لو يبدأ كلام يا باسكا مبدأ التعويض كامل سيء دل دبي تعويضي مقاومة خوش بسلامة خوش بسلامة دل دبي تعويضي تبكي له ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبيعي بس أنا دشنيا من شدش كش من السزيات كلام لشخصيتي دل هي شركات الجورية أما مثلا شركة كمان كما قلت هو ذا جاي حاول يركل كي بكا بس خير ما لسه أو خير يقول له نعم لو نعم كي قلت كاكا قلت مشترك كي نعم هي يعني بس ما شدهم يك يك بس من الإنترنت يبغاو كات بلي في عن الشركة أو تبغاش دوم عن شيء هذا تقطيع أم الحياة عم بتصير نيكر على شو دورش أنا داير بس نيكر قلت أم الأوكي لهم لبنان وهذا الغم هو مو فاشلة من لأنه يوم دورش دكم زمانی که چی پنزا سال شدن دیم یعنی چیه که اولا نوشیه و اتو تعویزی معنویشی دیم که تو هاو شنو عشق کردن و بس اونی اتو مثلا ما لحقه من خسار و ما فاتر و نکس با تو تعویزی معنویشی دیده ها بلام یک نقطه هیا و بی افقه های فرانسی دلیه لا ما فاتر و نکس دلیه اگر هاتو لدست إداري نمو وصول فكرة السريحات أو كارتي نهاية جديدية أفقائي فرنسي طبيعي مشاركي عراقي وكردستاني هو اللي وين لها بلان أفقائي فرنسي دلينا أجل حاتو بالفعل لو برجماني قد بشتي بيوزبو أما حالي بوشي نوا بلان إداري السبب نمو لحالتك أو كارتي ما فاتو من الكسب نهاية حالتي دوم إذا كان العقد مبرمى من أشخاص القانونيين مثلا أما عقد إدارة قطوان لبي طرفك لطرف كان تشيبي شخصك بالأشخاص القانونيين أجر هر دو طرف أشخاص شخصك بالأشخاص القانونيين مثلا لين أورا وزارتي بلدي لك وزارتي أو دان كدنو فيك هاتبون عقدة شان كدو معقولة أمن مثلا يك حكومتي اما فائدة بدما وزارة بلان بل هدو كشمان شخصي عامي هدو كشمان لو برشوان دي قشتي او كاري لكي نخذ لو حالتش
قاعي فرنسي دري معفاته من كسبي نادرتي. طبيعي هاش أي أنا ما أخيل دين سر تسويق من نزاهة طبيعي تششين نزاهة الناس طبيعي أما أجر بيتو بيشتر أما جمان كده بيزور النزاهة كمثلا تعويض سيارة سنية بمطوال قري بس كان دارشتني لو بكين بنو سينو توشي تششي محاكم نابي هون بلام مثلا اگر هاتو بس ما نکدو طبیعی طبیعی در نزعه ام نزعهش دلیل نزعه تیم بودی من هیا یکم زر مهندس کارده دوی تظلم شده بیم کارده مهندسی و کارده او بریایه من چنه تعصفه لحقی خوب هاتو برجمون گشتی چی ولی لون بوم کوا هاتو تعصف لمنه که موز غلطه کن رو نده بشیوی چی بودی دلیل محالزه بکارده اگر نه دلیل بابیتن با طریقه بساطه مثلاً یکی بیت بینیا مثلاً مثلاً اول هر دو لام قی سچی بدن بیت بینیا بریال سموز عکی بدن تحکیم باسیل تحکیم کردیا تحکیمش طبیعی تحکیم داخلی و دولیش من هیا طبیعی شرکتی از نبی موافق نیم لسه تحکیم که داخل بی قیشی ما فی کوشن که تحکیم که دولی بی حالتی اخیری که بتینه و قضا خوزة كيشي كما عملية لي طبيعي أما أقل بيت بيت السرحاق الأصل ده بيت سينوا محاكمة إداري بلا محاكمة إداري وان تأيس ده لإختصاصات قرنية بنيني ده أو نازعة نكا بيك بس تبصير بعقود إداري حتى إساش هر محاكمة عديدة جديدة دين السد يك باوتي أخيري كب پیشتر باسی کل بودون دیم سری طبیعی محاکم تمشای منازعات که دکار بلا منازعات که اگر بسببی هواشان که بسببی مصلح عامی دی چیشتر که من باسی کل من تنها تمشای مشروعیتی دکار تمشای لعامی نعکم او معنی چی بودون دوار لبوتن کن دکم او معنی اویه محكمة بس مشاركة بالفعل مصلحة عامل تيدابو يعني تيدانيا لا هو شان مكي أجر تيدابو حقيقية لو مصلحة عامل كد هاي نسبة شيء زورة يعني كما أو ذكرت هو سلطة تقدير إدارة محكمة ناتواني تدخل وزير بس هي يعني حتى مبدأ المشروعية زي لا أما إلى قيمية لحالتي لو حالتي لحالتك هيك فصل ذكي والنخر سك عقوبة محكمة حد ولا يتمشلك آية مبدأ المشروعية كده وملائمة ملائمة آية أو غلطة كده بالفعل أو أنت جمريك إما هل هالموشين ولويش أما اللي فصل زوج الشركة شرط كان يفصل سيد لين دليل خطأ كده جسيم بيتم جمريك بيتم أخطائي بسيط نية ما مصلحة عامة أو شيء تدانيها تنها مصلحة عامة تدار وتو شكل بس شو كيف زاد بس ده مسوي بجوان دي جديد أو يك لحالة كان لتوصية نصيبة بس نية هذا نصيب مصلحة عامة واضح خوازت نية ما هي بوشين يوم محكمة ما هذا وشين يوم زور مهمة امتيازة شيء زور خطرة كده جاي في إدارة لو خطر من عملا إدارة مش نقدر تعصب بكلا بكالي نعم دين السنة تائجو هذه التوصيات لأن فكرة المصلحة العامة هي الأساس الخام الغالب لتقوم عليه نظريات العقود الإدارية من السلطة العامة هي الوسيلة للوصول إلى الغاية أم التغام الغالي ألا وهي المصلحة العامة يعني أما بيشتر باس ماركر بوتمان فقار بوتيان سلطة عامة بوتيان مرفق كانس هنا لا أوش عن مجري بس بندل النخير مصلحة عن ما غاية كلا أوش عن مجري بس والله مصو أو امتيازات اللي كبريت إداري تنها وسيليك وجيش تنبع غاية كأبيش تصير مصلحة عامة دو اتزاي في قيمة هو أبيش اتزاها بوتي النخير مصلحة عامة سبب إيش أساسية اتزاي بيوم بوتي النخير مصلحة عامة أساسية دو أوش عن مجري
الى مستي كالجيري. على خلاف المشرع العراقي طبيعي، تجاوزنا المشرع العراقي المشرع الكردستاني سنزاج بس قوش ملك كان باسي لمصلحة عامة كردية طبيعي لمصر باس نكره أهوى لتعليمات تنفيذية قولي حكومية أو لفرنسا باس كره لأقليم كردستان شبيرة ده مشرع كردستاني ببيش كتير تعليمات كمان لمن تطور تلا تعليمات حكومي أبي لبغداد يرسوا لبرح ولي لباسي كردية ما ذلك فإن هذا الحق يبقى أقل باسش نكتابة طبيعي أو حقها على هذا. سلطة الإدارة في الغالب أفضل الإدارة تكون في المتبار الناس المطلقة أو باس ما كذب أو طبيعي أو بحقها أو سلطة كذب راكبة إدارة بغوة شانوي قريبستي كارجوري بباجوني بشتي المطلق مية بكون مقيدة بس الشرطي شرطي موضوعي من أو باس ما كذب كدبيت مصلحة بشتير بيت مرجوني بشتير بيت وحل وقع ناسي شوتي إزرائي كان مانكر لو أنا كوربت مانكر زور بين اللي اختار مكريتن لأخيونيش يغضى الإدارة بحل عقد الإدارة بالإعراض الحدود دواء المستحبة إلى بقالة القاضي بلا من رقابك كوربت مانسيا رقابي مشروعيته تنهى مصلحة عامة هي يعني مصلحة عامة أبو يكسر تصديق بريالك الإدارة لك مصلحة عامة تدانه تصديقي ناكا كما شان لا أمي ناكا آية سن أو مصلحة عامة زورة يعني كما يعني أو تمشاوي ناكا لا اقتراحاتك عن باسي أمان كده كمشاريع العراقي في ويستا ما ديك إضافة بك لتعليمات التنفيذي حقودي لأبي يد وزارة سارة دري كردوا لتعليمات إضافة بك ك بتوانين إما قريب بس الشكاية جري ببرجواني كشتي خلبو شينا وهل وها وشي تعليمات التنفيذية حقودي حكومي لهرين كردستان باش لتعويزات كان جم كاتوا شي وازكي و بروك تسوي من زاحت شي لهم ضرورة تزبيل بالإدارة لقراراتها يعني. أولا الإدارة أجبيته قوتمان بدأت وش بس ما كان أجبيته تزبيب القرارات يقوي كا أو كاتي لون محكمة زور أصلاً ده إيش تبقي بس بنسين ببرجوني قشتي إيش ده محكمة ده هاي النية ولا ما تسوي بكي بنسي إيش ده الطوع مش نبيك بنزل زي طوع بكتير يوصل مشروع لكردستان بعد نظر في تعليمات طبيعية أو تعليمات كذلك دول لرجال وزارة التخطيط والبلان يعني توصية ده كان سابق شنا وبتعليمات الكابيلو أما بيز ناك انتظار كان كابرا رغبتي هي هل دوشي ميانا ما دم برجو دي بشتي تيدا هل دوشي ما انتظار ناك انتظار رغبتي برامبر هو زور جميعات كابرا برغبا بيتا مش نهار اس داوانا كابرا دوشي دوا ولا هم نخل ما دي اشتاو سيو اشتاو بيز اكسر كاري بيدا كمو هل دوشي مو أو تعويضات اللي كده كيود السلام ديدا مو طبيعي أجر كم بدي طبيعي تعويضات شو مشي أستا سؤالك اللي أخفهم بدك هاي وكا تعويضات كده بدي فيه طبيعي حكومة ده بيخوي ده بنشتم برا بدا تعويضات كان زور زور بدي فيه وأخيرا توصيل تصير لبوه كسانك مثلا بهندي يعني ولا سرعين مشتبه نصين شين ده رودس بيوكا أما باسي حالات كان ما كان على سبيل المثال بلان تن خوش اگر عمل لبن دست من هبيتن على سبيل الحصر سن حالات مصلحة عامة تدعي او كاتي وقت او اذا بيت يكو يك زائد دو اگر بتواني باحسي باش من بيتن تحديدي او حالة نوكا او ايش شي زور قريب كدتكو كارش اصانية اتو تحديدي او حالة نوكا كشيهان مصلحة عامة تدعي خوشان وگری وستی کاجر بو برجون بیشتی طبیعی امن لدراسته که خون اون نماز درم مکاری نوا دو قاموس معزم مکاری نوا شست و هش کتاب مکاری نوا دوازده اطروحی دکتورا و طبیعی رسالی ماستر مکاری نوا بستو تار مزموعات و قرارات ادالی هبو غیر منشور جمو حاده لدستور قوانین مکاری نوا حفظ للتعليمات والقراصات اللي هيتمان بكان مينوا بيستحق موقع الالكترونيشن بكان مينوا واوانش
ربي يعني باش يكون يعني همنا عرفو وتمنى سوى وك أمانة تشي علمي كالشوين دل وجيرا من أمانة وأخيرا مش طبيعي سباسي همو تعملكم كا لذوي كهادي وانا جيت انا من قلتو ان شاء الله اول بحثي كتقديم كل ولو لخص بو ان شاء الله استفاده كان كدبي ابي هر شيء تشتم معلوماتك تشتم بي زياده لو لوي او رقم موبايل ايميل كما تتوانن ولا تندوا هر كاتك درجاش من كايتوا سباز لو بو ايوا ويستجد اخواني بسياره كان انا عرفت ممكن اقل كساره كان ربطي هي لدى قيران وقيران دارائي الواقع وقيران دارائيكا أو بريارة هشتاو سيا هشتاو فين زكا هل نعفيز دبي دمينيتو هشتاو سيا هشتاو فين زكا هو مادي هشتاو سيا هشتاو فين زكا لتعليمات تنفيذ القضية الحكومية يعني هو بردوامة بلان التعليمات كي وزارة تخطيط بلان حتى إيستا تعليمات شنوية نهاية بلد مراقوي كمسل بكينا يعني نايلي يعني أيش هننافذه؟ وعندك نال زد يكفينا تقريبا. تقول له تعليمات تركيز عقول الحكومة تغير كهك هر مبرجون اللي يشتهوا بيكون تفوني خلوا شنو ولا تعويزي أو عنيد ديكتوا يبلوسي تسابيس ولا ملا دا أزمة كي كهرين بصري تقرأ تعليمات لا طبيعي لا جمال وزيران أمريكا تو دوها رئيس ماي ده وزارة الخارجية درسوا لبيت دهن طبيعي بس إذا كانه دهن عشان دهن يعني هو ما تحاول بس ليش ما لا ينتهي حتى هل أنتوا شيء زور تعويز نبيتوا تعويز دهن ما قلت يعني لا أما بع كل بكينا لموضوعي هو عشان لو يجري بس بهوي بجون ليشتي كل بكينا تقايل مثلاً من دي لأن هادولا كاكا كتابة رسمية وفاكا وبلاد من توانا مليا بلا أو نات تقايد كورا تقايد يعني تو رزامن دي سطا سطا يردولا لك رزامن دي هردولا هابي تد شلو تعويز خوي حد أو دي بيدن دل تعويز من نايدو لما لابرقي أخير لأمام الماي قلت بلا با نابراو كومبانيا مقاول بسيطة كاتب عدد كاتب عن ليش؟ لأنك خلنا من شنا أو تعلم لغة فيهم مرام تبير على أساس قوة كيف بقوة ترى تعود بدا كده هو قريبين كعبوا أو ناقص من دلهم نخر أو أصلاً دبا البشر نوا بقوي برجون كشتي بيته إنك لذات شو التحديد دكا أو مصلحة خامة يعني محكمة يجلاي دكاتو يعني تعلو خد إرادة من فريدة وتواو أجل كم من لواني مثلاً كيف من بمقاولة لي حسدة كم بيدا ما يكشف ده؟ فك جوانا بس أنا شو كر؟ بلام دوباره ده كمان بشيء شيء زور كر. سلطة تبدلي له إدارة. تازه بعسم كي قلت المحكمة بس تي هي آية مشروع آية تي داية تي دانية. حالة كان شو كر بس كر قلتهم بالفعل عندك حالة هي مصلحة عامة تي داية. بلام عندك حالة هي مصلحة عامة تدانيها أو أنا تسوى شيء مصلحة عامة تدانيه ريك سيب ريس تعملوا يكلوا مثلا من أو شيء شخصي هاي لك أو شيء سياسية دينية مثلا كا مسلمان محزم كده شيء دينية مشينا لا بيعوا شيء بوزينيا يدل دليل نادي أو حالة على مصلحة عامة تدانيها بعكس هو هذا دبي بيدريته محكمة ديداته بلام چه بریار دم؟ او حقی چی سطاستی اداره اداره سلطه تقدیری هی بس کار مختصر بیروز رحمت خوش سلامت
ليه لأجل مقاول بخوي عريزي تقديم كابل أمن أو يشمبيناكي يعني أو إقراره كبخوي مقصر دبي ونيا حنان بوزيري كاتيرا يعني نازعجنا محكمة سودس بيداني بريد أما حكومة بلي أما رازين بخوي أو عقدي بزوتها بخوي تقديمك كابل أمن في مناكي ولو حالتي لاري تعويز شي نكوي بدي بخوي مقصر لنا ما نعرفاني باتنفيذي مشروع كان سوزان مسكت طبيعي أجل بسیاری که دوباره کمدله که اگر با خوی تقدیم کردیم باشه او تقدیم ما بعد تعلیماتش نمانده توانی اما تقدیم کی؟ آخر خوب قرار نویل تعویض یعنی لو حکومت تعویض قرار لزوم اما بزن تعویض حقیقی طبیعی مقاولی هم کسیش یا حتی اتو که با فصل که با عقوبات هم دوشی نیوا عين تعويض الدكتور ونيا الباشا امك هذا كيف غلطي نكريا يعني مش يا خوشم عمنا كبر شيء از نبي ادري او مصدر مالي ولا تكتل بين خدنا مش يا شركه شيء نبي بي لا خير ولا بغداد هذه امانتين على مصر اسيا عنده اي عراقه ولا الباشا يقول عندنا لو طالب عندنا لو تعويض منك از معماری چیه؟ لباس دایز معماری نیه، یه از معماریه. و که بعد اگر بسیت تحکیم میده ولی مشتم توشی تعویض چی زور زیادترش بودی. بله اما لعین کن دعوام ندید. نظم نیست دعوات ندید لسر کاتی دعوی تعویض کاتی ولی لسر آلوش. اما دعوات وانها ولی لسر موضوعی که شو مستعد. ایش اما طلبان کرد. وای. یعنی مقاول دهات دیگه اما خانی نداره. لو أزمي مالي تقريباً 2015 مشروع سطلي ستنفيذ ذكر واه ايوش دي قد تعويز لاندني وحاصل أمن جخي اقتراح انت قلت مباكسين دعوائي كشف مستعد لك شكو الزول لو يزيادة دهادك بدوها كالطلاب بي كشف مستعد لماكي سماع الدزان بيجي خلالي فاضل رجي محكمة قرارتي لابد فالزان سيكم كشف ماكي لك كشف ماكي مطلب ممكن قلت مزان تسمى مستهلكة تسش لو موادانا مقاول استفادي لك مثلا مزخرة مقاول استفادي لك بس ايدي مثلا شيش هتا حد شي البناحي هندسي شيش كتونة تسمان في الأستاذ غالي بزاني بمستهلك حسابك فيه او انا ما تعويز ده بس مسائل مثلا مولي لو محوي لو مزخرة او انا قلت ما انا ما لقيت تعويزي او عن داني لو ده انا بتقديراتي تميز وتميز كلا هذا ايسا طوان الوقت بس مثلا مثلا اوي الزناب كايدي اوي الزناب فعلا محكمة الطالب فصل كأفل استفادة لك لو يكو تعويز ندي لتسش زرر لذلك يعني استهلاك لا لو أنا أفل ثاني إيش كمسائل يسمى تقلع أنا وده تهدمه للي أولدي تعويز ذاته أبزر براسي تعليمات تنفيذي عقودي هذين يكون تستعي سمزاج قلت من السيان فوجبي يعني فقرات كان شيء نسي يعني أحسن كاري كردية بس اللي بغضايا أوي هز باسنا كده أصلا قوي مصلحة عامل ندايا قوي بدر خصي إلا مصلحة عامل ما علم لمحكمة برياري وهر شي داعي حتى لفرنسي إذا أوصل لسولة فقر كنز ما دائل الشاش ليا عينا داني بمصلحة عامة لذلك تعويزاتها كانش عينا للمسكيو مصر خوي لنا داعي إشتا بس هذين كردستان أو زاهر بدس خوشي وخوي داعي سكو براستي موضوع أكل مشينا بيتك ليشنا موضوع أكل مشينا زور 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 وجبي كاكا بروجيك وكيسني بعد سوى ما هاد تفيش ما ولا بس عقدك مساطحة حتى من لا أو كان يسيتم عقدك مساطحة من هي لص السطور بيسي وابزان هل وشاتوا لمحكمة حاكم تنسيا ببرجام الإشتيف عقد مساطحة عقد شيء إداري يا مدني إداري نعم مدنية لقاني مدنية لقاني مدنية بلان أمنش أو من دايتي قلتم أو لرح حاكم حسابي أخذش إداري لو كذي بالفعل ظروفك هي أو تو مشروع شي استراتيجي مصلحة عمل لو هيك أو